بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل عبادي يحتاج إلى قصد قربه، بمعنى إتيان العمل لله سبحانه وتعالى. تارة يأتي الإنسان بالعمل لله عز وجل حبا لله تعالى، أو لأن الله تعالى أهل للعبادة. هذا أرقى الدرجات. تارة يأتي بالعمل لله تعالى خوفا من النار، يجوز والعمل صحيح، ولعل أكثر الناس يفعلون الصالحات، يؤدون الواجبات، يتركون المحرمات خوفا من النار، ولهذا قد يتهاونون في كثير من المستحبات، لأنهم يعلمون أنها لا عقاب في تركها فلا يهتمون، لكن بالواجبات يهتم لأنه يخاف العقاب. وقد يأتي بالعمل لأجل الثواب، بلغه أن العبادة الفلانية، صيام شهر رجب، شهر شعبان، النوافل فيها كذا وكذا من الأجر، فهو يأتي بها للأجر. أيضا العمل صحيح حتى في الفريضة، حتى إتيان الفرائض لو كان للخلاص من النار أو لتحصيل الدرجات والمثوبات جائز. ربما يأتي الإنسان بالعمل لله تعالى لينال أمرا دنيويا، عنده مشكلة، قيل له صلي صلاة جعفر الطيار عليه السلام وادعو الله تعالى تنحل مشكلتك، فصلاها لهذا الغرض، عمره ما مصليها، لكن اليوم طاح في مشكلة صار يصليها. صحيحة هذه الصلاة؟ صحيحة، نعم صحيحة، لأنه يصليها لله تعالى وغرضه، غايته تحصيل أمر دنيوي. أمواله قليلة، قرأ الرواية التي تقول من أراد، مضمونها أن يكثر ماله فليكثر الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بماذا؟ بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عجبت لمن أراد الرزق، مضمون الرواية، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله تعالى يقول بعقبها إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. زه هذا هم ماشي من الصبح لليل يستغفر، ليش تستغفر؟ يقول حتى أحصل أموال.
لله، قاعد يستغفر الله سبحانه، يذكر الله تعالى عندما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وغرضه من ذكر الله عز وجل أن ينال أمرا دنيويا. عمله صحيح، صحيح صحيح، لكنه قد لا ينال أجرا في الآخرة، ينال ما أراده من الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ناس يطلبون الدنيا، الحين يطلب الدنيا من الله تعالى، زين جيد. إذا جمع النيتين التقرب وتحصيل الأمر الدنيوي أيضا جائز للآخرة، هذه كلها جائزة. ليش؟ لأن فيها ابتداء قصد التوجه إلى الله عز وجل، يعني حط نظرة إلى الله سبحانه لكي يعطيه الله سبحانه. فالبداية هي التوجه إلى الله تعالى، هذه كلها ماشية لكن درجات ليست سواء. الآن ربما يأتي الإنسان بالعمل العبادي ليراه الناس، ليراه الآخرون. هذا أيضا على قسمين، شوية هذه احنا طولنا فيها مالت النية، لكن هذه مفيدة، ليلتين نسولف فيها إن شاء الله، لأن هذه تجي في كل العبادات، في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الحج كله يأتي في كل الأعمال العبادية. هذا الذي يفعل العمل ليراه الآخرون أيضا على قسمين، تارة يريد أن يشجع الآخرين على عمل الخير. مثلا أفرضوا يقوم بالليل بعد منتصف الليل يقعد أولاده عائلته يسألوه شو تريد تسوي، يقول والله أنا ناوي أصلي صلاة الليل. زين ليش قعدتني؟ قال حتى تشوفوني شلون أصليها. ما كان غرضه سيئا، هو بعد الله تعالى أعلم بالنيات، كان غرضه أن يشجعهم يتعلمون على هذا الفعل الخير. يبذل أموالا، قاعد بمكان يشوف مجموعة من الناس اللي مثله عندهم أموال ما يؤدون الحقوق الشرعية، فهو عمدا أمامهم يقول والله خل نحسب نشوف السنة الفائض ايش كثر اللي صار عندنا، قام يكسر قدامهم مثلا، قال صارت هالكثر باقي بعد دينار ونص خلي نضيفها. زين هذه شنو الغرض منها؟ هو يدري بقلبه شنو، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ماكو واحد ما يدري بروحه، الله يدري بيه وهو يدري بنفسه، البقية ما يدرون ديك مسألة ثانية. فإذا كان غرضه لو سألوه ليش هالشكل تسوي، يقول دولة ما يأدون حقوق، وإذا شافوني أنا سويت هالشغلة راح يتشجعون على هذا الفعل. مثلا قاعدين يجمعون تبرعات لبناء مسجد، لبناء حسينية، هو هم يطلع مبلغ يقول يلا أنا أول المساهمين. إذا واحد سأله قال لي ليش أمامهم طلعت؟ كان رحت سرا ودفعت. قال لا، أنا دفعت أمام ذولا راح أشجع آخرين على فعل الخير. فأمام الناس سواها الشغلة حتى يشوفوها، لكن الغرض غرض حسن، هذا أيضا ما في مشكلة، جيد، هذا قصد قربي في الحقيقة، قصد عبادي. وقد يكون رياء، وهو من أسوأ الأمور، أسوأ أنواع النيات نية الرياء، أن يفعل الإنسان العمل ليمدحه الآخرون حتى الناس يشوفوه ويمدحوه، هذا مبطل للعمل
وفيه إثم، يعني مشكلتين فيه، مشكلة تكليفية ومشكلة وضعية. إذا فرضنا طلع أموال صدقة دفعها للفقير حتى يراه الآخرون ويمدحوه مثلا، يقولون هذا خوش إنسان، هذا أولا عصى الله سبحانه يتحمل وزر، ثانيا ما حصل أجر، يعني فلوسه راحت، هم فلوسه رايحة وهم فوق هذا إثم عليه. أو مثلا يصلي يقوم يؤدي العبادة ليمدحه الآخرون، حتى مثلا يقولون هذا إنسان صالح، إنسان متقي مثلا، الحين إلى أغراض دنيوية، بعضهم حتى ما يحصل شيء من الدنيا، هيك مجرد أنه والله يقولون خوش آدمي. وإذا قالوا خوش آدمي يعني شنو؟ إذا قالوا بعدين راح يدخلوك الجنة، يطلعوك من النار، يكون الله عز وجل يشوفك عبد صالح، الناس قالوا لو ما قالوا مو مشكلة. المهم، وهذه مسألة الرياء جاية في القرآن في آيات عديدة، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. عموما هذه نية سيئة، هذه عادة نادرة، يعني المؤمنين بعيدين عنها إن شاء الله. هناك قسم آخر من النوايا، وهو أن يأتي الإنسان بالعمل العبادي لأمر دنيوي، يعني الدافع له، المحرك له أمر دنيوي. مثلا عادة من يذكرون قضية الوضوء والغسل، يقولون لو اغتسل أو توضأ لأجل التبرد، جاي من برا حار الدنيا كذا، قال خلي نروح نغتسل نصب ماي نتبرد. زين، راح تحت الماي، الحين من راح تحت الماي وغسل، فرضنا هو تحت الماي، قال خل ننوي، هذا هم غسل مثلا، كان يوم الجمعة نفترض، ايش تنوي انت اللي جابك تحت الماي؟ شنو اللي جابك؟ يقول جابني الحر، اريد ان اتبرد. يعني لولا انك متأذن من الحار كان جيت تغتسل، يقول لا مالي خلق، لكن الان لانه انا رايح اول تالي واقف جو الماي خليني نويه. هذا مشكل، لان المحرك له صار امرا دنيويا. زين، اذا التفت الحين يريدها تصير عدله، شو يسوي؟ يوخر من الماي او يغسل، نظف روحه، يقول الحين انا خلصت تنظفت، راح ادخل بنيه الغسل، راح ادخل اغتسل. اما وهو تحت الماي قاعد يتنظف وقال خلنا ننوي غسل، الحين اول تالي احنا قاعد نصب الماي، يعني صار الدافع امر بحد ذاته مباح، واحد يغسل روحه هذا امر مباح، لكن ليس امرا عباديا. او مثلا هاي مرات انا اقولها، تجي بالصوم بالصلاة، يجي سامع يقول له مثلا الصلاة انت لما تقوم تركع تسجد هذه فيها حركات تأديها بجسمك نوع من الرياضة. قال ما دام رياضة نصلي. زين بالله مو رياضة يعني ما تصلي؟ يقول لا ما صلي، لو رياضة لو ما صلي، هذه الصلاة ما بها فايدة، انت ما قاعد تعبد الله عز وجل، تصلي لله عز وجل. رياضة لو مو رياضة، هذا طلعه من بالك، لا تحطه بفكرك اصلا. يقول زين والله اجى شهر رمضان نصوم شوية نخفف الاكل. لا، تصوم لله عز وجل، تخفف لو ما تخفف، مسألة تخفف الأكل جسمك يضعف، هذا طلعه من بالك. رايح للحج يقول والله زين هناك نروح نحصل، مودي وياه بضاعته يريد يبيع ويشتري. زين بالله ما عندك بضاعة، تروح لو ما تروح؟ يقول لا ما أروح، ما دام ماكو بضاعة ايش عندي رايح مثلا؟ هذا الحج شلون حج راح يصير؟ راح يصير لأمر دنيوي.
هذه أيضا الفقهاء يقسموها أقسام. من ضمن الكلام المذكور كلام طويل، قايلين أحيانا يكون المحرك الأساسي هو الأمر الدنيوي، الغرض الشغلة الدنيوية، وبالأثناء نوى قال خلنا ننوي القربة، قصد القربة تبع باطل. تارة بالعكس المحرك الأساسي هو قصد القربة، يقول أنا أروح للحج حتى أتقرب إلى الله سبحانه، وزين هم بالأثناء هناك في جماعة نلتقي فيهم بعض أقاربنا نسولف وياهم، مثلا نبيع ونشتري، يخلي هالقضية الدنيوية تبع وليست هي الأساس. الأساس هو القربة. ماشي. ثلاثة، قد تشترك القضيتان، يعني 50% هذا 50% هذا. يقول لو ما التجارة ما كان رحت للحج، ولو ما الثواب هم ما كان رحت. أنا ذول هالشغلتين جامعهم مع بعض، يعني إذا بس ثواب فرضنا هالسنة ماكو تجارة تروح، يقول لا ما أروح. نقول زين لو فرضنا أنت لو رحت للحاج بس التاجر ما راح تأدي الأعمال وثواب حتى تحصل ثواب، يقول هم ما أروح. أنا اللي يحركوني هالشغلتين مع بعض، هذا هم ما يصير، باطل العمل، لأن صار جزء منه ديني جزء منه دنيوي. وقد يكون هذا قسم رابع، كل منهما محركا باستقلاله، يعني يقول أنا لو مو مسألة التبرد أنا كان رحت أغتسل يوم الجمعة، أنا كل جمعة أغتسل حارة باردة أغتسل. نقول له زين بالله ما كانت قضية الغسل، اليوم انت فرضنا مغتسل كنت والان احتريت، هم تروح تغسل؟ يقول هم اروح اغسل مثلا، او مو هالشكل، نقول لو فرضنا ما كانت قضية غسل، اليوم مو يوم جمعة، هو جمعة بس لو ما كان رحت غسلت نفسك؟ قال ايه اروح اغسل. فكل منهما له محركية، هذا له محركية مستقلة وهذا له محركية مستقلة. هنا بعض العلماء قايلين العمل صحيح وبعضهم مشككين شنو الفرق بين الثالث والرابع، بينهم شوية فرق. الثالث كان العمل مركب من الأمرين، نص هذا نص هذا. الرابع كل منهما محرك، هذا فيه محركية وهذا فيه محركية. وبعد هناك قضية أخيرة نقولها، هذه الأعمال المباحة الأشياء الأخرى مثلا التبرد، يعني كنا نقول تبرد جسمه يتحرك يتريض، معدته مثلا جسمه يخف إذا صام، هذه هي بحد ذاتها أمور مباحة. أحيانا واحد ينوي فيها القربة، ينوي بهذه الأعمال المباحة القربة فتتحول إلى عبادة، يعني يقول أنا الحين حار علي وودي أصلي نوافل مثلا أتعبد ما أقدر متأذي، خلي أروح أغسل أصب على روحي ماي بارد أتنشط فأؤدي العمل، يجعل هذا الغسل مقدمة للعمل الصالح، صار عمل مقرب إلى الله سبحانه. عندنا في مضمون الرواية أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله كان في ليالي الشتاء الباردة إذا قام لصلاة الليل اغتسل بماء بارد،
الماء البارد، وبالشتاء الناس يدورون ماء حار وكذا. هذا ماء الماء البارد إذا شوية نوم عند الإنسان هم يطير، خلص النوم راح بعد ما يفكر به. زين خوش عمل. يعني الآن ليش الإمام هالشكل كان يسوي؟ هاي الرواية قايلة حتى إذا أكو أي شيء، أي إحساس. الحين ممكن واحد يقول الإمام ما يحس بالنوم كذا، هذه مسألة أخرى، لكن كشكل طبيعي الإمام ليش كان يسوي هالقضية؟ المفروض هو كان يقدر يغسل بماء دافي حتى إما تعليمين أو لأي سبب، هذا الماء البارد في الشتاء يزيح النوم عن الإنسان، فصار هالغسل مقرب. يقول أنا لما أقلل الأكل، كثير من الناس يقللون، ليش؟ يقول أنا جسمي مثلا سمين، أريد أن أضعف، بس هذا يجوز، هذا خلوا الحين العبادة، المسألة العبادية، هذا عمل مباح. ممكن يقول لا، أنا إذا خففت من الأكل أقدر أتوجه إلى الله تعالى بشكل أفضل. عندنا في مضمون الرواية أن إبليس لعنه الله جاء إلى يحيى بن زكريا بصورة معينة، عند كذا خيوط ملونة حمراء خضراء كذا، مضمون الرواية. فسأله يحيى عليه السلام، قال له هذه الخيوط شنو الملونة؟ قال له هذه أجر بها الناس، والناس غالبا الألوان تسحبهم، شيء أحمر هاي الدنيا وراقهم زبرجوها، بعد زبرجوا الدنيا الدنيا شنو غير ألوان وكذا أشياء جميلة تسحبهم للناس. المهم في ضمن الرواية يحيى عليه السلام سأل إبليس، قال أنت هم لك يعني صار لك نوع سيطرة ولو قليلة علي؟ قال إيه، أنت عندما تتعشى تشبع شوية تأكل يعني نسبيا زايد فتنام، ولما تقوم إلى صلاة الليل تثقل، تكون ثقيلا نسبيا. فآلى، هاي رواية أنا قاعد أنقل رواية، فآلى يحيى بن زكريا على نفسه ألا يشبع ليلة. قال خلص بعد بالليل أنا ما أشبع، إبليس شاف هذه راحت منه، فآلى على نفسه ألا ينصح إنسانا بعدها أبدا، كلمة قالها وتورط فيها. الرواية إذا أحد عنده نقاش يناقش الرواية، أنا قاعد أنقل الآن. زين، فهذه الأعمال المباحة إذا نظر فيها إلى جهة قربية صار ما في إشكال. لما يقول أنا راح أغتسل أو أتوضأ، لأن يعني كلامنا في الوضوء كان، ليش تتوضأ؟ ليش تغتسل؟ يقول الوضوء مطلوب محبوب، والغسل هم مطلوب في وقته يعني مناسباته، وأتبرد. ليش تتبرد؟ يقول من أتبرد أقدر مثلا أؤدي العمل العبادي بشكل أفضل، فصار هذا التبرد أيضا مقربا، يعني صارت جهتان قربيتان، وحدة أصل العمل مقرب، والشغلة الثانية أن النتيجة الجسمية اللي تحصل أيضا قصد بها التقرب، فصارت فيها جهتان قربيتان، هذه لا بأس بها، لأن حط فيها بالجهة المباحة جهة قربة. زين، احنا شنو كان كلامنا؟ كان كلامنا في شرائط الوضوء، واحد من شرائط الوضوء النية القربة، اشترطنا في ماء الوضوء الطهارة الإباحة الإطلاق كذا وقصد القربة. هذا بعض الكلام كان فيما يرتبط بالنية وبقصد القربة. هذه النية مالت الوضوء لابد أن تستمر
طول العمل إلى أن ينتهي من العمل. يعني شنو تستمر؟ يعني اللي يكون يغير نيته يقصد القطع وهو في خلال العمل قاعد يتوضا. هذا الكلام أيضا يأتي في كل العبادات. فلو فرضنا غسل وجهه الحين جاي قاعد يغسل إيده مثلا، التليفون رن التليفون، زين قام يفكر هو قاعد يغسل إيده، أقطع الوضوء أكمل، خلينا نشوف هذا يبطل التليفون ما يبطل، وهو قاعد يغسل وصب إيده على الماء على كذا، هو متردد أكمل ما أكمل. هذا اللي قاعد يسويه أثناء التردد باطل. خلي يتوقف، لا يغسل، يتوقف لحظات، لو يروح على التليفون يسده، أي شيء يسوي، أو يقرر أن يكمل. أما يقول ها أقطع ما أقطع وهو قاعد يؤدي العمل، زالت النية، النية الأولى راحت، هذا التردد. فإذا كان قاصد يقطع وهو ماشي قاعد يؤدي العمل بعد أوضح. هذا الكلام نفسه يأتي في كل العبادات، قلت هاي مسائل النية أغلبها أو كلها تقريبا تجي في كل العبادات. خلال الصلاة قاعد يصلي، دقت الباب، واحد قام يناديه وهو الآن تردد أكمل ما أكمل. من تردد خلي يسكت، يصبر، لا يستمر وهو متردد، لأن إذا استمر هذا اللي قاعد يسويه بحالة التردد ما راح يقع، لأن لا نية فيه، النية راحت الآن، لا نية. خلي يسكت، زين ايش كثر يسكت؟ بمقدار لا تذهب معه الموالاة، لأن الموالاة في الوضوء شرط، في الصلاة شرط، في الطواف شرط، نعم في الغسل ليست شرطا الموالاة، راح يجينا إن شاء الله. واحد يقدر يغسل رأسه ورقبته مثلا وبالأثناء يقول خلاص عندي شغل، يطلع ينشف رأسه ورقبته ويروح، بعد نص ساعة يجي يغسل الجانب الأيمن، وبالأثناء قالوا له أكو صفقة تجارية، قال خلاص لبس هدومه وراح سواها للصفقة وإجا غسل الجانب الأيسر. يصير الحكي؟ إيه بالغسل يصير، بالوضوء ما يصير هالكلام، بالصلاة ما يصير، بالطواف السعي هذه أمور تحتاج إلى موالاة بشرط عدم نقض الغسل طبعا. أما يطلع وبالأثناء يحتاج يقضي حاجة، يروح يتبول كذا، هذه الأمور لا تصير. زين، فإذا استمرارية النية مطلوبة، يسكت، وهذه عملية الاستمرارية فيها يعني في الصلاة في الوضوء. ممكن واحد يقول خلاص أصبر، يصبر لحظة إلى أن يقرر ويشوف، لو يقطع لو يكمل. في الصيام ما تجي، ما تنفع. ليش؟ لأن الصيام المفروض هو يكون ممسك لله سبحانه من الفجر إلى المغرب، فإذا تردد بخلال هالفترة أقطع ما أقطع، حين فرضنا قال خلاص ما راح أكمل، زين هذه اللحظات اللي فاتت شلون؟ ما راح يرجع الزمان، فات زمان، لحظات فاتت وهو غير ناون ولا يمكن إرجاعها. بينما الوضوء، الصلاة، الطواف أفعال. يقدر واحد يتوقف في خلال الفعل. الصيام مو هالشكل، الصيام ترك المفطرات في خلال هذا الزمان مع النية. فإذا زالت النية ولو مقدارا قليلا لا مجال للعودة إليها، ما فيها مجال. يعني تشوفوا الآن صارت ثلاث أقسام، مثل الصلاة والوضوء، يقدر الإنسان يتوقف وبشرط ألا تفوت الموالاة. مثل الغسل يقدر
يتوقف، وحتى لو فاتت الموالاة مثل الصيام ما في مجال، بمجرد أن يتردد بطل العمل، تختلف الموارد. المهم يكون النية مستمرة من بداية الوضوء إلى نهايته، ليكون يغير نيته. هذه أيضا مسألة. إحنا نعلم أن العبادات كثير منها واجب، فيها واجب، مو يمكن كلها، قسم منها واجب وقسم مستحب. هناك وضوء واجب ووضوء مستحب، غسل واجب غسل مستحب، صلاة واجبة صلاة مستحبة، صيام واجب صيام مستحب، حج واجب حج مستحب، إلى آخره. ففيها واجب وفيها مستحب. هذه نية الوجوب، نية الاستحباب، الندب لا بد منها. يعني الإنسان لما يؤدي العمل العبادي يكون يقصد هذا واجب أو هذا مستحب؟ لا، مو لازم. لكن ليش مو لازم؟ وإذا اشتبه وغير، جعل أحدها في موضع الآخر، شنو راح يصير؟ فيها بعض الكلام يأتينا غدا إن شاء الله.